علمتني الأيام أن الإنسان لا يمكن أن يعرف حقائق الناس وصفاتهم وطبائعهم وصدق ما يروحون به إليه إلا حين تأتي تلك المواقف الصعبة والابتلاءات الموجعة. عندها سيتأخر أناس ويتقدم آخرون، سترى الفرق واضحا بين ما قاله الناس عن أنفسهم في أيام العافية وبين حقيقتهم التي أظهرتها التجارب والاختبارات. فالعاصفة لا تكشف فقط عن أصول الأشجار بل عن متانة جذورها أيضاً.